طب دلوقتي احنا اتكلمنا على السي تي. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل مقارنة بين سي تي ديفايسز، اوكي، يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي ان احنا نيفاليويت البرفورمانس بتاع السي تي عموما، اوكي. طبعا احنا لازم نبقى عارفين ان الفاينل سي تي ايمج، الصورة النهائية اللي احنا شفناها دي، is produced as a result of the whole chain of processes and is affected by a range of factors. معتمد على التكنيكال بارامترز بتاعت السكانر وانا بعمل سكاننج، يعني الاوبريتور حط بارامترز عامله ازاي، التايب اوف بروجكشن سيستم اللي عندي، انا عندي مثلا بعمل فان بيم ولا بعمل بارالل بيم ولا بعمل سبايرال ولا بعمل ايه بالظبط، والتايب اوف الجوريثم استعمله عشان ريكونستراكشن، اوكي. فالثلاث حاجات دول هم مع بعض كده بيعملوا كومبينيشن كده بحيث ان انا بيهم اقدر ديسكرايب الصوره تطلع عامله ازاي. فطبعا لو احنا عايزين ايفالويت كل واحده فيهم الحقيقه بتبقى صعبه جدا ان احنا ايفالويت كل واحده من دول على حده، لان هم يعني فعلا معقدين جدا. لو حاولت ان انا اخش في التفاصيل بتاعتهم هيبقى صعبه جدا ومش هيبقى عندي الداتا اللي تسمح لي ان انا اعمل الكلام ده. فبيسكلي ان احنا عاده بنعملها ان احنا نبص على الصوره على طول مباشره، يعني نصور حاجات محدده او نصور حاجات structures معينه ومنها نحاول نطلع parameters نقدر ان احنا نقارن different CT images ببعض. دي كده بناخد السيستم كله على بعضه كده اكنه بلاك بوكس، كويس، وناخد الاوتبوت بتاعه ل certain standardized inputs، كويس، ونقارن بين CT scanners ببعض عشان نقدر نقيم الايه performance بتاعها.